اهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة حكايات مسافر. في الحلقة دي عايزين نتكلم عن ايه الفرق ما بين المواصلات العامة في الوطن العربي وفي الغرب، اوروبا او امريكا. الفرق كبير جدا للاسف الشديد. المواصلات العامة او القطارات او الباص او المترو في الوطن العربي او في مصر حدث ولا حرج. في اوروبا او في امريكا الامر مختلف جدا. في كارت بتشتريه، الكارت ده بتشحنه، بتركب بيه كل المواصلات العامة، بتركب بيه المترو، بتركب بيه الباص، بتركب بيه الترين، القطر، بتشحن الكارت، وده على حسب استهلاكك. طبعا في ابلكيشن او في تطبيق ده بيوضح لك، انت ممكن تشحن اونلاين، تشحنه بالكريدت، او ممكن تشوف رصيدك كام. في ابلكيشن تاني بيوضح لك خطوط المترو، هيخش المحطة الساعة كام، زمن التقاطر، يعني المترو هيجي الساعة كام، وكذلك مع الباص، وكذلك مع القطر. ممكن تحجز اونلاين بالابليكيشن، ممكن تدفع اونلاين، مش لازم تشتري تذاكر، مفيش حاجة اسمها تذاكر. ده في الباص برضو نفس الكلام، مفيش حاجة اسمها تشتري تذاكر. انت بتشحن الكارت مع استهلاكك، بتشوف رصيدك كام، تقدر تركب باص، تركب تضرب مترو، نفس الكلام. في الابليكيشن برضو بيوضح نفس الكلام، ان انت زمن التقاطر، انت واقف في المحطة الفلانية لها كود، بتشوف على الكود بتاعها كام باص بيعدي، الباص اللي انت محتاجه هيعدي بعد 5 دقايق، بعد 10 دقايق. وانا اتذكر واقعة برضو حصلت، كنت واقف مستني الباص وبشوف، لقيت مكتوب 7 دقايق، 7 دقايق والباص ده هيعدي. وانا بعدي اصلا الطريق عشان اروح المحطه عشان اركب بالباص، لقيت الباص اصلا اوريدي واقف حوالي 150 متر 200 متر، والاشاره طبعا حمراء. طب الاشاره خضراء، انا افتكرت ان هو هيعدي ويجي المحطه واقف مكانه. فببص لقيت في حوالي 7 دقايق هيجي، والباص اوريدي واقف. فبسال يا جماعه، الباص ده مش هيعدي يعني، عطلان ولا حاجه؟ قالوا لا، ده هو جاي بدري، فهو واقف عشان يجي بزمن التقاطر صح، عشان يبقى في الابليكيشن مظبوط، يجي يعدي هنا في الوقت. اذا كانت 7 دقايق يبقى فاضل له 7 دقايق، فاضل له 5 دقايق، فاضل له 5 دقايق، والباص لسه واقف ومش هيجي يفتح الابواب الا في الوقت التقاطر بتاعه. طبعا افتكرت الحادثة بتاع الحوادث، المترو، العطلة بتاعت المترو، مرة المترو وقف عطل يجي ساعة، عقبال لما مترو تاني يجي غيره أو يصلحوه أو موال. فعشان تقدر تشوف الابليكيشن، تقدر تشوف هيجي امتى أو مش هيجي امتى، بيختصر لك حاجات كتيرة. بيشوف ايه الطريق السريع دلوقتي، الراش اور او ساعة الذروة دلوقتي، اذا كانت هتاخد مترو او هتركب باص او هتروح في انهي طريق. كل ده ناهيك بقى عن الوقت مظبوط، يعني الساعة 2:30 يبقى 2:30، 3 يبقى 3، مش 3:05، مش 3 إلا 5. حاجات كتيرة بنفتقدها في الوطن العربي وفي مصر، المواعيد، مواعيد الباص، مواعيد المترو، مواعيد القطارات، مواعيد احنا بعيد جدا، يعني بعيد جدا على كل الكلام ده كله. اذا كانت التكنولوجيا او الانترنت او الكلام ده كله، طب ازاي ما نستغلهاش؟ ازاي ما نحطش ابلكيشن ينظم عمل المترو؟ يعني اذا مش صعبه، يعني بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق المترو التاني هيجي في الخط الاولاني، الخط التاني، الخط التالت، وهكذا. الباص نفس الكلام، الرقم 100، رقم 200، رقم مع على الابلكيشن ان ده الباص. ويبقى في الباص محطات، يا جماعه يا جماعه، محطات للباصات او الاتوبيس، الناس تركب
ركوب آدمي. البصات فيها حاجة حلوة جدا كمان هنا، ان في كمان احترام للحالات الخاصة، يعني في ابواب بتفتح للحالات الخاصة، ان في كراسي وفي اماكن للحالات الخاصة او للامهات اللي شايلة اطفال او معاهم عربيات شايلة اطفال. كل الكلام ده مش موجود، يعني الباص تشاور له في اي حتة في اي كوكب، بيقف في اي شارع في مصر بيقف وبيعطل بقى الدنيا كلها مش في دماغه، اهم حاجة ان هو يقف للناس. طبعا يا جماعة احنا بنطالب في محطات باص، الباص رقم كذا يقف في المحطة رقم كذا، والناس تركب بشكل ادم، تبقى عارف الباص ده مكانه فين وتركب منه، زي المترو زي القطر زي كل حاجة في الدنيا. محتاجين تنظيم كبير جدا، محتاجين حاجات كتيرة جدا، يعني ندخل شوية تكنولوجيا يا جماعة في حياتنا، يعني الانترنت والابليكيشن والكلام ده كله كل الناس دلوقتي متاحة ليها. ف يعني محتاجين ننظم العملية شوية، لان احنا للأسف الشديد للأسف الشديد احنا بعاد جدا، يعني بعاد جدا، ومحتاجين ان كل ده يتصلح. الناس اللي سبقتنا دي سبقتنا بسنين واميال، يعني عمالين نقول الغرب الغرب. طب يا جماعه، طب ما احنا يعني ننفذ نبتدي حتى. يعني حبيت اشارككم في قناتكم حكايات المسافر بعض المقارنات ما بين كل حاجه، ما بين الوطن العربي ومصر وما بين هنا، وان ازاي الناس بتفكر وان ازاي بتشتغل، واحنا مش بعد عنهم، بس لازم نشتغل ولازم نعمل زيهم. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وما تنسوش سبسكرايب للقناة، قناة حكايات مسافر. سلام.